الفيديو ده يعتبر أول واحد في مجموعة فيديوهات هنعملها عن الشاشات والتكنولوجيا اللي بتدخل فيها. موضوع النهاردة هو البانلز اللي بتستعملها الشاشات LCD عشان تعمل شغلها وتبين لك الصورة اللي بتشوفها. الفكرة هنا هو أصلا فين مكان البانل في الشاشة، وصراحة ده سؤال صعب الرد عليه لأن البانل ملهاش مكان بعينه، ولكن اعتبرها هي مجموعة من الفلاتر ورا بعضها بتبدأ من الإيمج بروسيسنج يونت اللي موجودة في ظهر الشاشة واللي انت بتدخل فيها كيبل HDMI او اي كيبل تاني، وبتنتهي بالشاشة اللي انت بتشوفها قدام عينك. كل فلتر او كل طبقة من دول بتأثر في اللون بطريقة معينة، حتى نوع الازاز اللي مصنوع منه الشاشة اللي في وشك هيفرق في الالوان اللي بتشوفها. تعال نبص على اول نوع من البانلز، هو التويستد نيماتيك او TN، وده يعتبر اكتر نوع منتشر في السوق واكتر نوع رخيص في التصنيع، وبالتالي بيكون اي شاشة LCD من نوعية TN رخيصة بكتير عن غيرها. والشاشة TN بتكون متميزة بان ليها بيكسل ريسبونس تايم كويس جدا، وده معناه ان السرعة اللي كل بيكسل بتغير بيها لونها في الشاشة عالية. احنا عارفين ان الشاشة بتتكون من مجموعة بيكسلز صغيرة، والشاشة LCD بيكون فيها مجموعة من اللمبات اللي بتطلع ضوء ابيض، وبعد كده عن طريق حاجة اسمها البولاريزنج فلتر ده بياخد الضوء الابيض وبيحوله لكل الالوان اللي موجودة في الشاشة، ولكن سرعة التحويل بين الالوان مش ثابتة، وده المقصود بالبيكسل ريسبونس تايم. نيجي بقى لباقي مواصفات TN، هنلاقي ان الريفرش ريت بتاعها دايما بتكون عالية. المقصود بكلمة ريفرش ريت هو عدد الصور اللي الشاشة بتعرضها في الثانية الواحدة، ودايما بيكون بالهرتز. الشاشة TN بتبدأ من 60 هرتز اقل حاجة وبتوصل ل 240 هرتز او اكتر كمان، ده على افتراض ان انت اصلا عندك كارت شاشة يقدر يعرض كل الصور دي في الثانية الواحدة. طبعا كلما زاد الريفرش ريت بتحس ان الصورة بتبقى ماشية سموث اكتر واجمل في الحركة، ولكن اكيد حد هيقول لي العين البشرية ما بتشوفش اكتر من 24 صورة في الثانية، وبعد كده بتحس ان الباقي ماشي بنفس السرعة. الموضوع ده احنا هنغطيه في فيديو جاي ان شاء الله قريب، فتابعونا. بس دلوقتي هنرجع تاني نكمل كلامنا عن TN وفي موضوع الريفريش ريت. الريفريش ريت كل ما بيكون اعلى بيساعد اي تكنولوجيا خاصة بال3D وخصوصا في الالعاب. برضو هنلاقي الانبوت لاج قليل جدا، وده عبارة عن الوقت المستغرق بين ما تدوس على الماوس او الكيبورد وبين ما الامر بيتنفذ قدامك على الشاشة. عشان كده دايما الجيمرز الكبار في العاب الـ FPS زي باتل فيلد وكول اوف ديوتي بيستخدموا شاشات TN، لان الانبوت لاج بيفرق معاهم جامد جدا لما بيضربوا نار في الجيم، وخصوصا اما يكون مالتي بلاير. ولكن هنا تقف كل ميزات TN للاسف، وهنلاقي الباقي كله وحش. بالنسبة للألوان فدقتها قليلة قوي، يعني بيكون فيها نسبة خطأ في الألوان اللي بنشوفها، ونوعا ما الألوان مش هتحس انها كويسة خالص الا اذا كنت باصص للشاشة بزاوية عمودية، وكل ما تروح بجسمك يمين او شمال هتحس ان اللون بيتغير معاك. ده اللي كلنا بنعاني منه في الشاشة بتاعت اللابتوب. اكيد حصلت معاك انك كنت قاعد على اللابتوب مع واحد صاحبك جنبك وقالك لف اللابتوب شوية عشان مش شايف الصورة كويس، وده لان معظم اللابات شاشتها TN، وعشان يقللوا من تكلفة التصنيع بتاع اللابتوب بيضطروا ان هم يعملوا كده. موضوع تغيير اللون مع تغيير زاوية الرؤية ده بنسميه الفيوينج انجلز، وده من اسوأ عيوب شاشات TN، ودايما هتلاحظ ان الالوان بتكون اغمق من فوق او ميلة للجزء القافل فيها اكتر، وبتكون افتح من تحت في شاشة قدامك، وبالتالي شاشات TN بتكون في الاغلب موجهة للجيمرز لان الانبوت لاج بتاعها قليل وفيها بيكسل ريسبونس تايم عالي ورخيصة، ولان موضوع دقة الالوان مش بيفرق في الالعاب. ولكن اي حد بيشتري شاشة للفيديو اديتنج او الفوتوغرافي ما ينفعش خالص مع TN. تاني نوع في البانلز هو الفيرتيكال الاينمنت او VA، وقبل ما نشرح النوع ده الاول هنتكلم عن حاجة اسمها البلاك ليفلز. وباختصار فهو ان لما الشاشة تحب تبين لون اسود فهي بتستعمل فلتر بيقوم على انه يسد اي ضوء جاي من اللمبات اللي في ظهر الشاشة، وبالتالي يظهر قدامك سواد، ولكن عملية سد الضوء دي مش مثالية، وبالتالي هتحس ان الاسود اللي بيظهر قدامك في الشاشة مش اسود بالكامل. وهنا يجي ميزة الشاشة VA في عرض البلاك ليفلز، لان تعتبر فيها احسن فلترز تسد اي ضوء وبالتالي اعلى دقة اللون الاسود. وهنا هنتكلم عن حاجة تانية برضو هي الكونتراست ليفل، وده يعتبر الفرق اللي بتحسه بين الالوان الفاتحة والغامقة. وعموما كل ما كان الفرق اللي تقدر تتحكم بيه كبير كل ما كان ده افضل في جودة الوان الصورة، وبما ان شاشات الـ VA تتحكم كويس في اللون الاسود اذا هيكون عندها كونتراست ليفل بنسبة حوالي 2000 لواحد، وساعات بتوصل ل 5000 لواحد.
الارقام دي ممكن تكون مش مفهومه قوي لبعض المشاهدين، فاحنا هنعمل عنها فيديو منفصل في وقت تاني، ولكن حاليا اللي يهمك ان كل ما الرقم كبر كل ما هتحس بفروق اكبر بين الالوان. يعني انت عندك لون فاتح ولون غامق وعندك الرقم ده كبير، هتحس بفروق كبيره منهم، وبالتالي جوده افضل للصور نسبيا على عكس الشاشه تي ان، هتلاقي الكونتراست ليفل فيها 1000 لواحد بس. من ناحيه الالوان والفيوينج انجلز فهي افضل بكتير من التي ان، ولكن هنلاقي بقى في المقابل ان البيكسل ريسبونس تايم بتاعها مش كويس زي التي ان، وده بيسبب مشكله اسمها الموشن بلور، ودي بتبقى عباره عن مشكله في الحركه، انك لما بتكون قدام مشهد متحرك على الشاشه بتحس ان الجسم فيه وراه ظل من الالوان. ونفس الكلام برضه هتلاقي الانبوت لاج كبير نسبيا عن التي ان، وده هياثر في الالعاب ولكن مش هيكون ملحوظ 90% من الوقت. برضه من عيوب الـ VA ان الالوان فيها تركيز واطي شويه، وده بيخليها نوعا ما مش واقعيه خصوصا في بعض الاجزاء من اللون الرمادي. من اكتر الشركات المصنعه للـ VA هي سامسونج، وعموما في السوق المصري هنلاقي ان الـ VA هي اكتر حاجه منتشره، وبعدها بيجي التي ان وسعرها كويس جدا برضه، صحيح اغلى شويه من التي ان ولكن ما زالت مقبوله. الـ VA حصل فيها تطوير كبير على مدار السنين لحد ما وصلوا لحاجه اسمها الـ MVA والـ AMVA، ودول فيهم نفس الخواص الاساسيه بتاعت الـ VA ولكن بتعدل بعض المشاكل قدر الامكان زي الموشن بلور. نيجي لاخر نوع وهو الـ IPS او الـ In Plane Switching، وليها اسماء تانيه زي PLS او AHVA. الثلاث حاجات دول يعتبروا حاجة واحدة ولكن المسميات مختلفة لأن كل شركة بتطور التكنولوجيا دي بالاسم اللي بتحبه، وهنا هنلاقي إن دي أقوى ألوان وأعلى حاجة في الـ Viewing Angles، بحيث لو بصيت من الشاشة من الجنب أو من فوق أو من تحت أو أي حاجة هتشوف نفس اللون ومش هيحصل أي Color Shifting. بعض شاشات الـ IPS بيكون فيها حاجة اسمها Extended Color Gamut، وده بيساعد على عمق أكبر للألوان والظلال، وده بيخلي الشاشات الاي بي اس هي ملعب الكونتنت كرييترز او الفوتوغرافرز او الفيديوغرافرز او اي حد شغله هيعتمد على دقه الالوان، سواء رافع فيديوهات على اليوتيوب زي حالتنا كده او لو حاجه اعقب بكتير زي عمل افلام حتى. ولكن مشكله الشاشه الاي بي اس دايما هي ان الانبوت لاج بتاعها بيبقى عالي قوي، والبيكسل ريسبونس تايم وحش، والريفرش ريت قليل جدا وبنسبه 90% كان بيبقى 60 هرتز. ولكن لاحظ اني قلت من سنتين لان دلوقتي كل ده اتغير، وتكنولوجيا الاي بي اس وصلت لمراحل انها فيها كل الميزات بتاعت البانلز مع بعضيها. يعني حاليا في مثلا الاسوس ار او جي سويفت، ودي بتصل ل 165 هرتز وريسبونس تايم بتاعها اعلى من شاشه الفي اي، والانبوت لاج يكاد يكون غير ملاحظ. وعموما اعمل لايك على الفيديو ده لو عايز تشوف ريفيو للشاشه دي عندنا. نرجع لموضوع الاي بي اس، هنلاقي ان برضو فيها مشكله كبيره وهي البلاك ليفلز، بتكون سيئه للغايه، ولو انت شغال مثلا وفي مشهد اسود هتلاقي عند الجناب بتاعت الشاشه بيحصل نوع من انواع التسريب الخفيف للون الابيض، وده بنسميه الباك لايت بليد. ومشكله تانية هي ان الكونتراست ليفلز مش عاليه قوي زي الفي اي. واخر مشكله هي السعر، لان من زمان كان تطوير الشاشات الاي بي اس صعب وده بيخلي ثمنها غالي، وكمان حاليا في 2016 بقت اكتر تعقيد لان الفريق الهندسي اللي بيحط الميزات بتاعت الـ VA والـ TN في شاشه اي بي اس بيعمل منتج شبه كامل، وبالتالي بيحتاج وقت كبير قوي وصرف فلوس كتير، وفي الاخر المستخدم هو اللي هيدفع الثمن ده كله، والشاشات بيوصل ثمنها بارقام رهيبه ولكن هي بتستحق الثمن ده. نيجي بقى الجزء بعيد عن كل ده، لو انت بصيت في عنوان الفيديو هتلاقينا كاتبين LCD panel types، هل ده معناه ان اي شاشه ثانيه غير الـ LCD ليها panels ثانيه؟ لا، ده مش صحيح. الشاشات التانية بيكون منها نوع واحد بس، وبالتالي البانلز ملهاش علاقة بيها. طب وهل ده يعني مثلا لو انا عندي في البيت شاشة LED يبقى كل الكلام ده ما يخصنيش؟ برضو لا، لان الـ LED عبارة عن تكنولوجيا قائمة على الـ LCD، وبالتالي كل البانلز اللي احنا قلناها من شوية موجودة فيها. بالنسبة لأقرب فيديو هنعمله عن الشاشات تاني فهنتكلم بقى عن انواع الشاشات كلها، اللي هي الـ LCD تعتبر واحدة بس منهم. ولو الفيديو ده لقينا عليه مشاركة كتير وتفاعل كبير هنعمل فيديو هنجيب فيه شاشة ونفكها بالكامل مع توضيح الخطوات، ونوريكم كل جزء في الشاشة وايه مهمته، وتشوفوا كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو، فتابعونا. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وتابعنا على السوشيال ميديا من اللينكات اللي ظاهرة قدامكم، ولو عندك اي اقتراحات ياريت لو نشوفها في الكومنتات. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.